صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الانتساب إلى غير الأب من أجل المعيشة وليس من أجل الانتساب الكلي والانقطاع عن النسب؟ ما حكمه؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الانتساب إلى غير الأب من أجل المعيشة؟ حرام، لا يجوز الانتساب إلى غير الأب لأي غرض كان من الأغراض، وملعون من يفعل ذلك. لا يجوز الانتساب إلى غير ذلك. الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فلا يجوز الانتساب إلى غير الأب لأي غرض من الأغراض. نعم.